ماشي اول حاجه ليا، مي اول مره غادي نخدم مع عبد الحي العراقي، واحد المخرج اللي اكتشفته في ديك الفتره ديال التورناج، اللي فريمون واحد الانسان اللي كيعاونك بزاف وكيخليك كيخدم معاك لو بيرسوناج ديالك كيفاش داير. قبل انا ما نتختار في هذا الرول دزت بزاف ديال المراحل ديال الكاستينغ قبل ما يستقر عليا عبد الحي. وفي الاول كنت كنقول انا اللي غناخذ هذا الدور، حيت كنت فهمتي متاكده انني غادي ناخذ هذا الدور. منين شفتو عجبني بزاف صافي، كل مره كان كيعيط لي كنت كنمشي عنده والحمد لله خديت الدور. السلام عليكم، معكم ياسين صواب المهدي، الملقب بالمهدي، مقطع من الشجره. انا مع مولف كنخدم مع مسي عبد الحي، ومعه كندوز من عنده كاستينغ شحال هادي، وتقبلت في مقطع من الشجره بين 500 واحد على ما قال هو، وعيط عليا في الفيلم اللي كيدوز دابا حبائل العنكبوت صافي. ومعيط عليا خديت واحد دور خو البطاله، وواحد دور اللي كيوصل لختو واحد الميساج صغيور وصافي، وخوها في نفس الوقت.